بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الببلش على لوكال سي دي أو الجزئية اللي احنا راح نستخدمها يعني في تصدير منتجاتنا اللوكال، حاجة مش أونلاين بقى ولا ويب ولا موبايل ولا الكلام ده. خلونا نجرب ببلش، جاست كليك على طول. عندي ويب وعندي ارتكوليت اونلاين وليرنينج مانجمنت سيستم وسي دي وورد. انا اللي راح نحكي فيه بشكل عام، الويب ديت بيحاول ينشر على لو طبعا القصه بتاعت سبورت ال HTML 5 والموبايلز والكلام ديت. ده انا كنت اقصدها بان انت بيكون عندك صفحه ويب جوه ملف الفلاش. يعني ارتكوليت اونلاين، انت كنت كونكتد بحساب ارتكوليت اونلاين، جاست اكتب لي اليو ار ال بتاعك عشان يعمل لك كونكتنج بالداتابيز مع بعض. ليرنينج مانجمنت سيستم از موديل وغيره من انظمه دار تعلم السي دي، ده اللي احنا راح نستخدمه. ومثلا هنضغطه على المكان اللي احنا عايزين نعمله بريفيو ليه على سطح المكتب، مثلا نعمله سيلكت فولدر وجاست. طبعا الورد اللي ما فيهاش انتر اكتيفيتي خالص عشان مع النصوص هتتحول نصوص، ونعمله ببلش بس. ده كل اللي احنا راح نعمله في القصه ديت، وهو هيحاول يخلص الامور مع نفسه خالص، وهيصدر لنا المنتج النهائي بملف الـ AXE بتاعه. وانا هاخده كده نظره على الفولدر هو في ايه، بيقول انا خلصت سكسسفولي. تمام، هبتدي اعمل له اوبن. انا كده لقيت الكونتنت بتاعي. والله يا جماعه عندي ستوري كونتنت وعندي اوتو ران، والمشوار ده كله هو اللي ايه، هو اللي انت بتحاول تحرجه بشكل عام. جاست كليك عليه عشان إيه، وبرن على طول عشان ملف الاوتو ران ده اللي حاول يشغله لك. كنت بقول يا جماعه ده دبل كليك على ملف الستوري إيه، ده اللي انا كنت بقول له بلاير. انت اساسا عندك برمجيتك كانها، ها كانها برضو عباره عن حاجه للويب. يعني لو ضغطت على 2 3 4 5 الامور شغاله عادي جدا كانها جزء من برمجيه فلاش. إيه الفكره بمنتهى البساطه، ما هي نفس القصه فلاش، كانها اساسا عباره عن ايه، عباره عن ما هو إيه، مين اللي بيشغل ملفات الفلاش يعني مش براوزر؟ ما هي نفس الفكره يا جماعه. تمام، فده اللي انا كنت اقصد اقوله، بان البرمجيه يا جماعه بتكون جزء من براوزر. فاكرين في الجزئيه بتاعت البراوزر، براوزر ايه هي القصه بتاعت براوزر؟ لا لا، هي برضو نفس الفكره. انت عندك ملف اسمه اتش تي ام ال، ده اللي بيسمح لك بان انت تعمل كونكتنج ليها على ليرنينج مانجمنت سيستم او ترفعها حتى على الويب يا جماعه. تمام، ضروري طبعا يكون ملف الالكترون ده يكون موجود بره الديسك توب بتاع السي دي لو انت بتعمل ببلش على السي دي ديت نفسها، علشان ايه، يشتغل بشكل تلقائي. طبعا الفولدر اسمه ستوري كونتنت، هنا تلاقي النوتس، السلايدز، الخطوط، ملفات الفلاش، ملفات الكلام بتاعك كله بيكون، ملفات الجافا سكريبت خاصه الانيميشنز والكلام ده، كل الحاجات بتكون موجوده جوه الفولدر ده. يا جماعه بخصوص الببلش بتاع البرمجيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.